من قلب الأغوار الفلسطينية تنبع قصة صمود وإبداع لا مثيل لها. مزارعون الأبطال يعملون بجد واجتهاد، ليس فقط لزراعة الأرض بل لتحويل خيراتها إلى منتجات تفيض بالنقاء والطعم الأصيل. جبنة الأغوار البيضاء رمز للتحدي والاستمرار، مصنوعة من حليب نقي ومنتجة بأيدي مزارعين يروون الأرض بعرقهم ويفيضون عليها حباً وعناية. كل قطعة من هذه الجبنة هي شهادة على قدرة المزارع الفلسطيني على تحويل التحديات إلى إنجازات. بدعمكم يمكننا تعزيز صمود هؤلاء الأبطال ودعم اقتصادنا المحلي. اختر جبنة الأغوار البيضاء واختر دعم الصمود والاستدامة. جبنة الأغوار البيضاء طعم الصمود والإبداع الفلسطيني. هذه الحملة جزء من مشروع منظمة العمل الدولية تعزيز البيئة المواتية للمؤسسات المستدامة والوظائف اللائقة للنساء والشباب في القطاع الزراعي بتمويل من الحكومة اليابانية، مع تحيات اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين.